قضيتنا لهذا الأسبوع من برنامج تحرير الجريمة تتعلق بالسرقة والسطو على المنازل. القضية تورط فيها أفراد عصابة تتكون من 5 أشخاص، حيث قاموا بالتخطيط المحكم لسرقة منزل الضحية وسلبه أمواله. فهل تمكنوا من ذلك؟ تابعوا معنا. والله لاباس الحمد لله، انت كيما لاحيا؟ والله الحمد لله. والبيرو راكي شداته مليح؟ راني شداته، ان شاء الله نكون قد المسؤوليه ان شاء الله. راكي تعرفي انا مانيش نحكم كاع، راني نشري وبياكي ثقتك ما تخيبك ان شاء الله. وانت كي تعرفي عليا كلش، راكي وحده من الدار ونحكي لك كلش. وصرالي راكي شتي غير ما بعت طوموبيل منا ودوكاني جبت اودي ان شاء الله. وانتي كش ما يخصك ولا ماشي مشكلة كي تعرفي؟ ربي يرحمك. وانتي وشنو شدي للبيرو وحفظي سرالي؟ في أواخر سنة 2017 تلقى المدعو عبدو اتصالا هاتفيا من المدعوة خولة. الو، واش عبدو؟ صافا؟ وي صافا لاباس. راك مليح؟ الحمد لله الحمد لله. واش حبيت نقول لك؟ ها؟ راني شفت لك افير شابه. افير شابه نقيه كيما تحب انت. الهضره. شفت واحد لاباس بيه تخبره فيها بانها تعرفت على شاب ميسور الحال واعربت له عن نيتها لسلبه امواله. انا نوصلك وانت دير اللي عليك. حقك عليا، ماشي مشكل، ماشي مشكل هذيك. عبدو وافق على فكره خوله وكشف لها بانه سيتكفل بالعمليه رفقه اصدقائه. يترك شي حاجه بيناتنا التليفون صح؟ يا صحه، تهلا في روحك. هاي جابت لنا افر شابه. ها سكيفه دوك نعيط للجماعه. كاين جماعه ضربوا واحد 10 ايام ولا سمعنا هما يقابروا فيا وترصدي لي انا بلا خبر. ما تحلبت، ما جبت خبر، ما والو. يا طوني احبس احبس يا اخو، احبس. ابونسي لهنا يا اخو. اش كاين؟ ابون انا وصلنا للدار خاوتي. هاي اللي كنا راه الدار راكم تشوفوا فيها. راكم معايا؟ اسمعوا نتوما الزوج راكم ثم هذا قابلو. توجه المدعو نحو مكان وجود كل من طوني، اسلام وفارس لوضع خطة للسطو على منزل المدعو محمد. لازم النملة ما تزغج، اي خطأ يعتبر تشويش. هكذا لعبوها ما كان والو، راكم تقابلو متفاهمين؟ اي خطأ نروحو للغوار فاهم؟ هكذا وبيناتنا تليفون. بيناتنا روحو خافي اتهلا. هيا روح ديما. عبالك هادو نتكلوا عليهم عبالك يا اخو. الاخر خفتو انا شكون بلي هو انتيك؟ انتيك هذاك خفيف يلفت راسه خفيف يا اخو. يسلك يسلك الله. مالك تخدم معاهم هادو؟ انتيك مالك نخدم معاهم يا اخو؟ على بال طحت في الحباس من خطرات ولا اربعه. صعب عليك يا اخو، غلطات هذا ما كان يا اخو. هذا مبوجي هو. مبوجي هو. والله راني نشوف اليوم هذه راهي كان يا اخو مليحه، ماشي مي لازم تقرا حذرك خو. تمحورت الخطه على الترصد لمنزل الضحيه من اجل استغلال الوقت المناسب لتنفيذ عمليه السرقه. اخو هذه صح ما بينا شو اسكرها الداخل خو. قد ما نريحوا مليح. علاش حنا نستناو؟ اش مقلقين؟ تكفل كل من فارس وإسلام بعملية الحراسة والترصد بالقرب من منزل محمد. ما نعرف اسكو فيها ضد الغاشي ولا لازم نريحو. لازم نريحو مليح. لازم نكبتي الحالة نشوفو واش كاين صغيرة وكبيرة. أي والله. إذا ما تكلمنا على السرقة بالكسر أو عملية السطو التي توقع، فإننا نتكلم على نوع معين من الجرائم الذي يختلف نوعا ما على السرقة العادية، أي التي لا تكون موصوفة. ربما حتى المشرع الجزائري قدم مجموعة من المواصفات لهذا النوع من السرقة، وصفها بموصوفة وفيها ظروف مشددة. من الجرائم التي شهدتها المحاكم عبر مختلف ولايات الوطن وخاصة المحاكم العاصمة مؤخرا،
المشرع الجزائري يصنفها ضمن السرقات المشددة والمغلظة، العقوبة تاعها تصل من 10 سنوات إلى 20 سنة. طولو ما فهمت أنا والو، عباك بلي بديت نتقلق شوية، وزعما داك الطفيل اللي حكيت لك عليه قافز شوية، ماشي موالف نبعتو، فهمت على الزافير. عباك شحال عندك وانت تهدر هكذا؟ عندك ساعة وانت تهدر هكذا؟ دوك يعيط، اصبر يا خويا، ما حتيش بالدراهم من البوسطة، راح نسرقو. اسمع يا اخوانا، في ساعة سنة ما خرج حتى واحد. مليحة قد ما تريح، مليحة لينا يا ماما. مو ما كاينش في الدار. نزيدو نستناو واحد ربع ساعة نظنوا بيان. توصل النهار اللي لفت المرا والدراري، ديتهم يضيفوا عند ماليهم. وأنا يا صباح خرجت نخدم كيما نداري. مليحة لينا قد ما نريحو. على بالك راني نغلي عبدو، خلينا والله خلي يبقى يعيط. والله تشوف السرقات العادية قد تقع صدفة وبغفلة من الضحايا، لكن السرقة الموصوفة فيها مجموعة من الخصائص، سواء ما تعلق بعملية السطو أو السرقة بحد ذاتها، أو بخصائص معينة تميز هؤلاء المجرمين الذين يقترفونها. السؤال المطروح، لماذا انتشرت هذه الظاهرة مؤخرا؟ هناك أنا في رأيي كمحامي وكقانوني نشوف أن من يرتكب مثل هذه الجنحة أو الجناية عادة هم أشخاص أو جنات مسبوقون قضائيا. ما تتقلقش يا أخو، ما تتقلقش، ما عليش ماشي اليوم خدمة. ميما أنا مانيش حد دايرها في راسي باش ندير، ميما أنا مانيش دايرها في راسي باش ندخل اليوم في أخلك يا أخو. مازال غدوة، غدوة مازالوا لي أنا، خلي معليش غدوة نزيدو نقابلوها ونزيدو نقابلوها ونشوفو كيفاش ندير. نزيد لك غدوة، غدوة برك يا وصاية، غدوة إن شاء الله، باسكو ماشي مضاريعة كالموفمون، بالك اليوم ماكش ما جاو مضياف ما عباليش. سمعنا وما يجوا مضيارة. خلاص سمعنا يا صاحبي، هذه الدار ولا الهند؟ يا وصاي صاي دوك خلاص، دوك ان شاء الله الصباح نزيدو نديرو لهم بوا واسمو ثما الجماعه نبعثو لهم. خلاص خلاص.
نتناو الغدوه ونشوفو كيفاش. هايدا ما تضاش تعيط لي في التليفون، نروح نروبوزي انا شويه. بصح فد لي يا خو كنعيط لك. نرفد لك وما تضاش تعيط لي. هيا صايي ماشي ماشي. لافير بدات نعرف انا واحد الطفله. هذيك الطفله نعرفها ستي مامي هكذا، نعرفها نقصر معاها تليفون فيسبوك كذا نتلاقى بها هكذا. نحكي لها شغل نصارحها تصارحني هكذا. انا صارحتها باللي عندي صوم حطها في الدار 200 مليون صارتها كيفاش على بالها باللي المراه ما كاشها في الدار على بالك شو تعرف حياتي كيف تمشي. عبدو بك واش درنا يا خويا واش درنا ليكيب ريحو هكذا. ما تقلق ما والو اخو هذه الله فيها انا نبقى موضعها ونبقى نتبع فيها حتى تصدق. ما نشطلقها ما نشطلقها بصحش الوقت هاش بطينا طولنا يا اخو. يا اخو اسمع اصبر تبعني تبعني كي نقول لك حاجه هذه تبع في اصبر ما تحاولش تفهم انا لا بالي انا نتبعها نبدي طلع فيها من الاول خلينا نضبط راسي هاك معايا انا استناو يا اخو انت واقيلا فاشل ها ما فاشل ما والو طولنا الله غالب. بعد مرور 3 أيام بينما كان المدعو عبدو رفقة شركائه الآخرين في المقهى تلقى هذا الأخير اتصالا من المدعوة خولة. بصح علاش مقلق هكا الحاجة ياك الحاجة المليحة دائما يقول لك طول. ماذا بيا ثمثم اصبر اصبر. انا وصلنا لله فعلا كنت نحوس عليه. ما تزيد ليش. الو الو وي واش عبدو صافا صافا كي مليحة ولا غير لاباس الحمد لله نساك مليح لاباس. اسمع الدار غدوه اللي قلت لك عليها غدوه تكون فارغه ان شاء الله سور. اه كونفيرمي دارهم رايحين يضيفوا وهو يخرج الصباح. هيا آه اوكي بعد نعيط لك ما غير ما يخرج اصدموا له. هيا آه اوكي هيا آه خلاص تهلا في راحك. عرف واحد فيهم عطات له الخيط كي عطات له الخيط هما عترصدوا لي عسوني حفظوا لي الوقت وكيفاش نخرج وكيفاش كذا ومنا المهم عرفوا كلش كيفاش نسير. النهار اللي رفت الدراري انا المراه والدراري جيتهم عند ماليهم كي خرجت انا يا صباح رحت نخدم هما صوتوا فوق السور. ازرع ازرع واش كاين. خولة اخبرت عبدو بان افراد عائله الضحيه قد توجهوا لزياره احد اقاربهم واشارت بان المدعو محمد سوف يغيب عن منزله هو الاخر وسيغادره في حدود الساعة 3 زوالا من يوم غد. ندخلوا هذه هي هذه هي وانتم بقوا فاتحين عينيكم وبقوا دائما اه اوكي هذه هي مازال نهار برك ايه باسكو باسكو هو يبدل في الطوموبيل بالك يكون بدل الطوموبيل فيها كم موسى مليحة وبالك يكون باحة بالك يكون باحة باسكو كي زدنا شفنا ما كان بلا طوموبيل كان هو يبدل ماشي سما باحة هذه هي خلاص خلاص لافا كي نقول لك تبعني تبعني خلاص لافا ندينها ندينها صاحبي أي خلاص هكا لأنه الإنسان لازم يكون عنده من الشجاعة ومن الجرأة ما يكفيه باش يدخل الإنسان البيت تاع إنسان تاع شخص غريب ومن 7 المستحيلات إنسان يقتحم شقة أو منزل أو فيلا تاع إنسان ما يعرفوش. هنا معظم السرقات تتم عن طريق الاستدراج أو تتم عن طريق التعارف من قبل. المجرمين الذين يقومون بها لديهم ربما بعض الخاصيات التي تؤهلهم للقيام بهذا النوع من الجرائم. مثلا نلاحظ أن هؤلاء الأشخاص تكون لديهم خبرة إجرامية يعني نضعها بين قوسين التي تسمح لهم بالقيام بهذا النوع من الجرائم. فمثلا قصة الفتاة هذه اللي ربما عرفت هذا الإنسان الشخص اللي لابس به وتاري وعرفت بلي باش عنده أموال ما تجيش الفتاة هذه تسرق لك البيت وحدها. هي قامت بنسج خطة مع أصدقاء أخرين مسبوقين قضائيا وجاو وبعد ما ترصدوا لهذا الإنسان حوالي مدة وربما من أسبوع حتى 10 أيام شافوا على شحال يدخل على شحال يخرج. هنا طلب عبدو من فارس وإسلام الترصد من جديد لتحركات الضحية. واش خوف واش ملواش يا ودي تقلقت انا يا عيط لهم ولا شو كيفاش دير. ما تقلقش يا خو الصبر هنا هذا
الله يفضل مليحة تطول الشغل المليح يطول يا أخو. هذه كرهنا من هالهضرة هذه. بصح فهمني شحال عندنا وحنا نتبعو فيها بزاف بزاف وحنا نتبعو فيها بصح كي نجيب لك افضل نجيب لك افضل مليحه الصح تاك باغي تدي شي با مليحه بيان سور بيان سور ايه كي تدي شي با مليحه صبر يا خويا دوك يعيطونا راني كونفيرمات لي كونفيرمو اليوم هذا ايه لا الحومه راهي فارغه اليوم يا نهار شباب اليوم. في حدود الساعة الثالثة والنصف زوالا خرج المدعو محمد من منزله العائلي فقام اسلام بالاتصال بعبده لاخباره بالامر. يا دوك يخرج يا خو نعيطو لهم نورمالمون راه خرج. ربما حتى هذه السرقة تترتب عليها آثار، ربما هذا الإنسان اللي كي لو كان هذا الشخص متواجد في شقته ربما هنا نروح يترتب عنه هذه من جناية إلى جناية أخرى، ربما تكون عملية قتل. نقولوا من جناية سرقة بالليل أو سرقة باستعمال المفاتيح أو بالكسر، نقولوا في جناية القتل كذلك. وهذه الجرائم اللي نشوفها انتشرت ويجب على المشرع الجزائري او على القاضي الجزائري اللي عندنا كامل الثقه فيه يوضعوا الحد. انتهز كل من المدعو طوني وعبدو الفرصة وقاما بالتسلل داخل المنزل. طافوا فوق السور دخلوا للساحه ولاو ديجا اليز زوج دخلوا وزوج قاعدوا يعسوا برا ولاو اليز لقاو لوكازيون كيف سما جيهم سهله يطرطقوا الباب ما كان يخزر فيهم والوهم داخل الساحه خلاص دخلوا راحوا داو لي دراهم وداو لي الذهب هذاك وراحوا وخرجوا. هناك قاما الشريكان بكسر باب الغرفه وشرعا في البحث عن مكان وجود الاموال. بعد بحث دقيق داخل غرفة الضحية عثر طوني وصديقه على مبلغ مالي معتبر فقام بسرقته ولاذ بالفرار. عبدو أنا بحلاك يا عبدو. الميساج اللي نوصلوا أنا يا للناس هذوما اللي عندهم ديار وعندهم عائلات وعندهم صوالح دايرينهم في الدار لازم ما يحكيش يخليها بينه وبين روحه.
باسكو الحكايه هذه ينجم يحكيها لصاحبه ويحكيها لخوه يحكيها لاخر يروح يهضرها بلا ما يجيب خبر ماشي يروح يبيعه ولا يروح يجي في قصره يقولوا عارفين يقولوا يعرفوا السر تاع الدار والسرقه ما تصراش بلا كومبليسيتي لازم يكون كومبليس كاين واحد اللي يعرفك ويعرف الدار ويعرف واش عندك هو اللي يبعث لك الناس يسرقوك لو كان ما تكونش كاينه كومبليسيتي ما تكونش كاينه سرقه سورتو في الديار نلاحظ كذلك أنه في الغالب في هذا النوع من الجرائم قد تربط المجرمين علاقة بالضحية فإنهم ربما يصادقونه ويقتنون منه معلومات بطريقة غير مباشرة وفي غفلة من الضحية فإنهم يعتمدون عليها ويقومون بالعملية في بعض الأحيان دون ترك أي أدلة وهذا ما أكدته الدراسات في علم الإجرام التي بيّنت أن هؤلاء الفاعلين لديهم شبكات خلوية معرفية في اليوم الموالي وفي حدود الساعة 5 مساء عاد المدعو محمد إلى منزله العائلي كريت العشية فتحت البورتاي دخلت البورتاي للساحة نخزر في الباب لقيت الباب شغل مفتوحة راني نمشي ونخمم خليتها مفتوحة فتحت جات المرأة دخلت قعدت نطلع في الحساب وما طول راني نمشي للباب كي وصلت للباب لقيتها مفورسية ما حبيت نمسها ما ولو طبعتها غير برجلي من تحتها ودخلت للدار الباب مفتوح ولقته أنايا هناك تفطن محمد لتعرض مسكنه للسرقة كنت حط 200 مليون راح ديرك نجري ليهم ما لقيتهمش وسلب مبلغ 200 مليون سنتيم منه زدت خسرت هكذا في برايس وين تحط المرأة الذهب لقيت ديجا بعد نجاح أفراد العصابة في سرقة منزل المدعو محمد اتفق الشركاء على الالتقاء في إحدى الأماكن المعزولة لاقتسام الغنيمة ما شو نطلبوا عندهم يعطيهم لي بالملاحة ولا بالطلاح كما حبوا يجي الريسك اللي يخدمنا الفوق ربي يعلم به سمعنا هنا نعسوا وبعد يجي يتمسخر بينا ما أقول لك يا أخوك احنا سمعنا عسينا جوزنا وش كان الحمد لله ما قدرنا ريسكينا بحياتنا بالك شافونا لا لا بليش انا سونسين نديهم درامي حبيبي المهم يعطيهم من ناشو وفعلا كان المدعو فارس وصديقه اسلام ينتظران وصول المدبر الرئيسي في السرقه للحصول على حصتهما من عمليه السطو يا اخوي لا ما انسنا نص ساعه لا ما جاء اسمح لي نهضر بك جاز نص ساعه زيد جاز نص ساعه دخلنا نعرف واش ندير انا مورا صح الناس ما هنا نعسوا وريسكينو
وهو نهار واحد جا دخل ديرك دراهم وراح ما زاد بان يا اخويا بوك ليش بالسهاده هذوك كافره هذو دراهم انا استنى من البلاصه هذه شغل تشوفها تنخلع تعمل الاخر باينه بلي درابين كاين سارق وكاين الخداع هذا سارق باين سارق او يجي يسرق يجوز شي يقاي يسرق بصح الخداع راه اكثر منه فهمني ينجم اسم هذه خدعتني بعثت ناس لو كان لقاو وليدي في الدار لقاو بنتي في الدار لقاو مراتي في ديك الجمله يقتلوها توصل نخسر اكثر من 200 مليون واكثر من دراهم واكثر من الباب واكثر من امور بزاف هاو ليك الميساج ينوصل انا قلت لك بلي درابين حبيبي درابين واش لي كيف صافا عندك علاش ما عندناش كلمه مش قلت كلمة الدنيا تامن هذه طوموبيل ما فيها والو داخل صافا كملها انت ايه ولكش ما فيها علاش الخير خيرين يا ودي واش من الخير اصبح نسنا توسوست انا قلت باين باللي حد يراه علاش توسوس والله كيفاش انا في ساعه ما كاين والو اللي هي الحاله هانيه ما كاين لا نش لا والو ما شفتوش الدولات ما لكش حاجه ما كانش لا ما انا وراي لا ما انا هاك لا ما انا يا اخ لا على قلبي كاع كان في هذوم هكذا حقك هكذا حقك كيفاش متهم شاركة؟ شار حبيب؟ حين وصول عبدو قام بمنح كل واحد منهما مبلغ 10 مليون سنتيم وانصرف بعدها كل واحد منهم إلى وجهته انت الله عزيز اسمح لي استمعنا هنا نسنى وما على باليش وبقى قولي يا صاحبي بقى احتاييني نهار اللي كنت اضحك لي صح احتاييني دوكا شين ايك اديت فيها نصيب كل واحد دا نصيب اخو انا شني وش خدمت لما شنيش انا ريسك الكبير انا اللي خدمت ريسك الكبير يا صاحبي ريسكيت هنا يا سمانة هنا شني انا وشكون كان نحكم شكون لي كان نكش مصر شكون لي نحكم انا يا نتحكموا قاع ماشي غير انت يا اخو ديت صحسيك يا اخو هذه واش نحمل بيها يا اخو انتم عارفين تريحوا في الحي ما نبقاش نعاودكم افرق ما تكونش تشوفكم خدمتكم افير اللي جاني طولت معليش يا تهلا هاكا ليتبين للضحية فيما بعد بأن الفتاة التي كانت تعمل عنده متواطئة في القضية وهي التي خططت رفقة أصدقائه لسرقته هذه القضية مستوحاة من قصة حقيقية فنحن نقول لكم الوقائع لتعتبروا نهاية عدد اليوم إلى اللقاء